بس بدايتها هي بداية المشروعات. طبعا عشان احنا شكل مؤسسي او احنا عايزين نعمل حاجة تنظيمية، واي بداية نجاح في الدنيا كلها هو التنظيم. طالما نظمنا نفسنا كويس، اتحركنا كويس، حطينا رؤية محترمة، هنبتدي نتطور. فعشان كده وعشان احنا عندنا تخصصية، فهنخلينا نسمع الكلمة او الهيكل الشرح بتاع المشروعات من الأستاذة نورة، دي منسق لجنة المشروعات، هتشرح لنا هي والمجموعة بتاعتها هيعملوا ايه في المشروعات عشان حضراتكم تكونوا عارفين كل حاجة، وعشان احنا كمان بنؤمن بحاجة اسمها التخصصية. فالأستاذة نورة هتشرح لكم جزء المشروعات. بسم الله الرحمن الرحيم. برحب بالسادة الحضور وبنعي شهداء مصرنا الكرام، ربنا يرحمهم يا رب ويصبر ذويهم. النهاردة بفكرنا واتحدنا مجموعة من شباب مصر بنتكلم عن المشروعات، انطلاقا من الدور الحيوي للمشروعات الصغيرة في تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية للدولة، نظرا لقدرتها على تحقيق تنمية اقتصادية متكاملة ومتوازنة وتوفير فرص عمل والحد من مشكلة البطالة التي يعاني منها الكثير من الدول ومنها مصرنا الحبيبة. إضافة إلى أن تكلفة المشروعات الصغيرة تكلفتها الرأسمالية نسبة منخفضة، فإنها بتساهم في زيادة الناتج القومي بما ينعكس على تحسين ميزان المدفوعات من خلال التأثير الإيجابي على الصادرات، وأيضا في ذات الوقت الحد من الاستيراد لمكونات الإنتاج والمواد الأولية، باعتبار أن هذه المواد بتمثل مدخلات للمشروعات الكبيرة، إضافة إلى قدرة هذه المشروعات على تحقيق التنمية المتوازنة والمستدامة نتيجة لقدرتها على الانتشار وغزو القرى والمراكز والنجوع وأيضا العشوائيات والأماكن الأقل اهتماما من الدولة. وبرغم من أن هناك الكثير من المبادرات السابقة التي أعلنت أنها سوف تتبنى المشروعات الصغيرة وتتبنى تمويلها، إلا أنها تواجه مشكلة مترابطة ببيئة الاستثمار المحيطة بالمشروعات الصغيرة، وأيضا بعضها مرتبط بالتراخيص وطول فترة الموافقات وتعدد الجهات وعدم قدرتها على منافسة المنتجات ومنافسة أيضا الشركات الكبيرة الموجودة. دورنا كمؤسسة بكرة لينا هو تقديم الدعم من خلال هيئة ولجنة المشروعات. اللجنة بتتكون من مجموعة من لجنة التقييم ولجنة الدراسة، دراسات الجدوى والدراسة المالية وتحديد الفترة الزمنية التي يمكن من خلالها تطوير المشروع والوصول به إلى قصة نجاح. نحن نتكلم عن شراكة حقيقية بيننا وبين الشباب. كلنا بنشوف إن المشروعات الصغيرة بتوصل ان الشاب بيروح بيتقدم بيتعرقل في كثير من الاجراءات، ولكن في الاخر بيوصل حالة من الاثنين، يا اما بيجاهد لوحده وبيفضل يحاول يحافظ على مستوى من الربحية القليل، او بيبقى خلاص بيستسلم ومشروع بيفشل. لكن مؤسسة بكرة لينا والمجموعة اللي موجودة قدام حضراتكم، لا، احنا وراك، معاك في دراسات الجدوى، معاك في التقييم، معاك في الشارع، معاك في التراخيص، معاك في كل حاجة، علشان بكرة لينا مش مجرد اسم، بكرة لينا مش مجرد حلم، بكرة لينا هدف. أصحاب الأهداف دايما بيوصلوا بالسعي وسواعد الشباب. إن شاء الله منتظرينكم بأفكاركم بدراسات جدواتكم أو بدونها، منتظرينكم من جميع القرى والمحافظات والنجوع علشان تكونوا الإيد والساعد اللي بتضرب الإرهاب وبتعلي بلدنا وبتخلينا في اقتصاد وتنمية وإضافة. مصر تستاهل تبقى من أكبر الدول اللي موجودة. مصر بينا ولينا، بكرة بتاعنا، وإن شاء الله بإذن الله نقدر نحقق أهدافنا. متشكرة لكم. إضافة صغيرة، إحنا قادرين أصلاً نحط مشروعات للناس كلها، لكن احنا مش عايزين نعمل كده. احنا عايزين كل واحد حابب يعمل حاجة، عنده فكرة، عنده حلم، هو يكتبها ويحط رؤيته ليها، واحنا نساعده في الكلام ده كله استكمالا لكلام الأستاذة نورة. يعني نقدر نعمل كتير، فعندنا كوادر كتير، وعندنا على مستوى القرى والمحافظات ناس كتير جدا تقدر تعمل الكلام ده، فعايزين نسمع صوتهم.